الباشمهندس احمد محمود امين حزب الخير والعداله بالسويس. يعني الحمد لله اليوم بدا هادئا والاقبال يعني معقول حتى الان. الاجواء كلها يعني تنبئ بنسبه تسويق جيده ان شاء الله. لا توجد مخالفات واضحه حتى الان باستثناء اصرار بعض القضاة على استخدام قلم معين للتشهد على اوراق النافذين وادعاء ان هذا هو القانون. يعني نامل ان شاء الله في عرس ديمقراطي كبير نحتفل فيه بعد غد باذن الله بفوز الدكتور محمد مرسي. شكرا.